أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين حبيب إله العالمين أخي الوحي أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله يا سامعين لمدحه صلوا عليه وآله. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمودا وهذا محمد يا علة الإيجاد يا علة الإيجاد يا سر المهيمن يا محمد لولاك ما عرف الإله ولم يوحده موحد قد فقت كل الأنبياء علما وحلما ثم سؤدت ولك الأيادي الفاضلات عليهم في كل مشهد يا من رقى فوق البراق والكل يشهد فأتى النداء من ذي الجلال بأن تدلى يا ممجد وأجمل ملك لم تر قط عيني يا رسول الله
وأجمل منك لم تر قط عيني، ومثلك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب، كأنك قد وليت كما تشاء. سادتي أنا تابع لأولي العلا والسؤددي، فغموا ملاذي في الحياة ومسندي، يا من أتاني سائلا عن مذهبي، أهوى لمذهب آل بيت محمد أفضل الصلاة. أصلي وسلم عليه. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عيد من الأعياد الإسلامية التي نحتفل بها، ومن خلالها نذكر أنفسنا بنعمة من النعم التي أنعم الله بها علينا، هي البعثة الشريفة، حيث كانت في 27 من هذا الشهر الشريف، وبهذه المناسبة المباركة والذكرى العطرة، نبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين وللصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، كما نبارك للحسن والحسين وللأئمة المعصومين من ذرية الحسين، سيما لبقية الله في الأراضين مولانا وولي نعمتنا صاحب العصر والزمان عجل الله له الفرج، كما نبارك لمراجعنا العظام وعلمائنا الأعلام وللأمة الإسلامية وإليكم أيها المؤمنون والمؤمنات، سائلين من المولى العلي القدير أن يعيد علينا هذه الذكرى في كل عام ونحن في أفضل حال، كما نسأل من المولى العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من الذين يحظون بشفاعة محمد وآل محمد، وأن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. لماذا هذا التذكير المستمر من قبل الله عز وجل ببعثة رسول الله
صلى الله عليه وآله، فقد أكدت الآيات الشريفة على هذا الحدث المهم، وأشارت إليه الروايات، ودعت إلى إحياء هذا اليوم وهو يوم المبعث الشريف. ولهذا هناك مجموعة من الأعمال المستحبة في ليلة المبعث وفي يوم المبعث، ومن بينها الغسل والصيام والإكثار من الصلاة على النبي وآله وزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين في ليلة المبعث الشريف وكذلك في يوم المبعث. هذا التأكيد إنما أريد من خلاله بيان عظمة النعمة التي أنعم الله بها على البشرية، ولم يكن ليجعل هذه النعمة مختصة بفئة دون أخرى، حيث أن القرآن يصرح ويقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني أن هذا الوجود المبارك لرسول الله لكل الناس، لصغيرهم وكبيرهم، لأبيضهم لأسودهم، للقريب والبعيد، لكل الناس. ولهذا يريد أن يذكرهم بهذه النعمة، كما أشارت إلى ذلك الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. واحدة من الأمور التي تستفاد من كلماتها حينما جاءت هذه الكلمات في خطابها، وبدأت: الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر الهم والثناء بما قدم من عظيم نعم ابتداها وجميل آلاء أسداها. تقول أكو هناك نعم، تارة نتحدث عن نعم تسمى بنعمة الاستحقاق، وتارة نتحدث عن نعمة التفضل، وتارة لا يكون الحديث عن نعمة الابتداء. إحنا لما نتحدث عن نعمة الاستحقاق، يعني واحد قام بعمل في قباله سيحظى بما سيحظى به، أو أنه حينما يكون الحديث عن نعمة التفضل أن الله عز وجل هو المتفضل على عباده، أو يكون الحديث عن نعمة الابتداء أن الله سبحانه وتعالى هو ابتدأ بحيث أعطى للبشرية هذه النعمة من غير أن يسألون من الله عز وجل. فتقول: من عظيم نعم ابتداها وجميل آلاء أسداها، جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها. تقول ترى النعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن أفضل النعم وأعظم النعم هو الوجود المبارك لرسول الله محمد. زين، ويجي القرآن الكريم ليتحدث عن هذا الوجود المبارك ويقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أو كما في هذه الآية التي صدرنا بها المجلس: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. زين، هذا الحديث وهالتذكير بهذه النعمة لماذا؟ يريد يقول للناس: ارجعوا إلى حياة الناس قبل بعثة رسول الله، كيف كانوا؟ على أي حال كانوا؟ هل فعلا كانوا يعيشون في رغد من العيش؟ كانوا في أمان؟ كانوا يحظون بما يحظون به كما هو الحال بعد بعثة رسول الله؟ وضعيتهم قبل بعثة رسول الله
كما تصور لنا أيضا الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها حينما تقول ها وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب قبسة العجلان تقتادون القد والورق أذلة خاسئين. شو اللي صار بعد ذلك؟ قالت فإذا هذا الوجود المبارك الذي أنعم الله به على البشرية زين فأنعم الله عليهم برسول الله محمد زين. لكن يمكن يجي واحد ويتساءل يقول لاحظ في الآيات الشريفة آية قالت هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وآية كما هي الآية التي صدرنا بها المجلس قالت لقد من الله على المؤمنين. فهل هذا الأمر هو لكل الناس أم أنه خاص بالمؤمنين؟ في واقع الأمر أن كل هذه النعم وأولها كما عرفنا في البداية وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وبعثة رسول الله إلى كل الناس ليس لجماعة معينة دون أخرى لا الله سبحانه وتعالى جعل هذا الوجود المبارك لرسول الله لكل البشرية زين. لكن يريد يبين القرآن الكريم يقول أكو هناك أناس يتنكرون لوجود رسول الله ولمكانته ومنزلته ولهذا تجد أنهم يتعاملون مع شخصية رسول الله كما يتعاملون مع أي إنسان من عامة الناس بينما المفروض لا أن الإنسان يعيش المعرفة برسول الله ويظهر له الحب والولاء وأن يكون متمسك بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من عند الحق وهو الحق أن يتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظ وإذا أكو هناك أناس إذا ذكر لهم النبي صلى الله عليه وآله وإذا بهم لا يشعرون بالارتياح بينما تبين لنا الروايات الشريفة أنه مو بس إذا ذكر النبي البيت الذي فيه اسم محمد بيت تقدسه السماء كما هو عن الإمام الصادق عليه السلام ها؟ لمن يسأل عن واحد من أصحابه وقد غاب عنه ثم رجع التفت إليه الإمام سأل منه فقال له يا ابن رسول الله لقد جيء لي بمولود رزقت مولود قال ليش سميته قال له محمد يقول فإذا بالإمام صار يطأطئ برأسه وهو يكرر ويقول محمد 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 ثم التفت إليه بعد حديث له قال بيت فيه محمد تقدسه السماء لذكره الشرف والصلوات ولهذا يقول هذا الأمر وهو التعامل مع رسول الله والتعظيم لرسول الله مو عند كل أحد من الناس فقط عند العارفين برسول الله زين. فلهذا تقول الآيات الشريفة فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه لما يكون عندهم اتباع لرسول الله والتزام بكل ما جاء به رسول الله إنما يلتزمون بما جاء به رسول الله من عند الحق وهو الحق لمعرفتهم برسول الله. أما اللي عند المعرفة السطحية ويتعامل ويا شخصية رسول الله كما يتعامل مع أي أحد من عامة الناس
هذا اللي ما وصل إلى المعرفة الحقيقية برسول الله. لهذا الله عز وجل يقول لاحظ لما تجي إلى المؤمنين هؤلاء فعلا لديهم تلك المعرفة برسول الله بدليل أنهم عملوا على اتباع رسول الله والالتزام بكل ما جاء به رسول الله من عند الحق وهو الحق. وأول تلك الأمور بعد الإيمان بالله هو الاعتقاد والإيمان بإمامة محمد وآل محمد. اللهم صل ولهذا ليش كان التأكيد على أن من جملة المستحبات في ليلة المبعث الشريف وفي يوم المبعث هو زيارة أمير المؤمنين؟ ليش التأكيد على زيارة أمير المؤمنين بعد زيارة رسول الله؟ لأن أمير المؤمنين هو امتداد لرسول الله، فمن يؤمن ويعتقد بنبوة رسول الله ويلتزم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله لا بد وأن يعتقد أولا وبالدرجة الأولى بعد الإيمان بالله أن يعتقد بإمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده. وهذا الذي أراده الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا فعلا تحب رسول الله، إذا تحب الله وتلتزمون بما أراده الله فليكن لديكم اتباع لرسول الله. اتباع رسول الله يكون من خلال الالتزام والإيمان بإمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده صلوات الله عليهم أجمعين. لهذا الله عز وجل لما يخصص هؤلاء وهو الحديث عن المؤمنين ويقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول، يقول لأن ذيلة فعلا دليل إيمانهم أنهم مو إيمانهم برسول الله إيمان سطحي، لا، يعتقدون برسول الله ولديهم ثبات على كل ما جاء به رسول الله، ومن بين ذلك إيمانهم بإمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده. جعلنا الله وإياكم من المؤمنين بهم والمعتقدين بإمامتهم والسائرين على نهجهم. ونسأل من الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يحظوا بمعرفة رسول الله وأهل بيته، وأن نكون من المتمسكين بهم والسائرين على نهجهم. ولا فرق الله بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم يا كريم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. محمد اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أخي الوحي أبي القاسم محمد. وفي مدح رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين أقول أفلح من يصلي على الرسول.
نور المسرة أنشدا بشراكم بعث الهدى بعث التقى بعث الندى إن النبي محمدا بلغ العلا بكماله فبه اكتست أم القرى ثوبا جميلا أخضرا وبه الوجود تنورا فهو الذي دون الورى كشف الدجى بجماله صلوا عليه بلا عدد كيما تنال الفوز غد فهو النبي المعتمد فهو النبي المعتمد من حسنه الفتان قد حسن الجميع خصاله خير الأنام نبيكم خير الأنام نبيكم من في الجزاء شفيعكم ولكي يضاعف أجركم فبأعلى عالي صوتكم صلوا عليه وآله مولاي يا رسول الله من عالم الذر استقام على حب الوصي المرتضى ذي العلا أبي وأمي اتحدا في الولا وأولداني من موالي علي سيدي أمي سقتني حبه عالما بما جنته الأمة الظالمة كانت على أعدائه كانت على أعدائه ناقمة أسمعها تلهج يا فاطمة ووالدي علمني جدد العهد جميعا والولاء لنبي الله فالمبعث جاء وافرحوا فيه نهارا ومساء مبعث عم السماوات بها وكسى بالنور دنيانا ضياء بعث المختار في أم القرى فلنهني اليوم فيه حيدرا والبتول الطهر بنت الطاهرة وشبيرا وأخاه شبرا ولنهني آلاء
له والأنبياء. مبعث النور تجلى في الملا إذ به الغي تولى وانجلى، وتهاوى الكفر والرشد اعتلى. بعث الله لنا خير الأولى وبه أعلن جبريل النداء. شاركي عترة طاغا يا بلادي، واحتفي الليلة في كل النوادي. احيي المبعث فيها بازديادي، إنه خير رسول للعباد. يستحق المدح منا والثناء. والله وطيبة وطيبة انتشر عطرة على الدنيا، وطيبة ويشافي كل مرض عطرة. وطيبة يا مكة بنورة مسرورة، وطيبة ويشع الكون بنوار الضوية. والله وعم خديجة وحيدر وأحمد، وعمه نور الدعوة شعبيهم، وعمه بسورة مريم أنا أقسم، وعمه اللي يحبهم يدخل الجنة الزهية. رسالة رسالة يا من أبدت للباري، رسالة فلك نوح النبي بسرك. رسالة رسالة إليك أبعث يا أبو الزهراء. رسالة على متن النسيم المر عليا. والله تمسك فاز اللي برسول الله، تمسك على هالحال للآخر. تمسك النار بد فلا والله، تمسك طاعة الخالق بطاعة نبيه. سيدي ويا سامع الصوت، صل على النبي أول محمد وابن عم علي. يا سامع الصوت أول محمد وابن عم علي. يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد. يا سامع الصوت صل على الرسول وعلى ابن عمه علي زوج البتول. وان شان ما تعرف تغرد واش تقول، كثر صلاتك على الهادي النبي. يا سامع الصوت صلوا على أحمد ختام المرسلين وعلى ابن عمه وآل الطاهرين.
يعود علينا وكل الحاضرين نحتفل كل عام معراج النبي. يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد وابن عم علي. يا سامع أول محمد وابن عرج نبينا لعج سابع سماء شهد الجنات وأهلها منعمة شهد النيران بأهلها مضرمة تحرق الظلمة وعلي وآل النبي. يا سامع يعرج الهادي على هدوة الليل سافر جبريل إلى هادي ودليل دست أقدامه على بساط الجليل لن صوت نادى أهلا بالنبي. يا سام شاهد لواحد يصلي ويبتقل يشبه الكرار علي خير العمل ناشد جبريل من هذا البطل صوت الوحي قال ابن عم النبي. يا سام بالنبي وآلت باهي أمته سبع السماوات الهادي سفرته يطلب المحمود من الله طلبته أعظم هدية الزهرة للنبي. يا سلام يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد وابن عم علي. يا سامع بالنبي وآل تباه أمته سبع السماوات الهادي سفرته يطلب المحمود من الله طلبته أعظم هدية الزهرة للنبي. يا سام اللهم صل على محمد وآل محمد ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينير الكائنات ببعثة رسول الله كان النبي صلى الله عليه وآله يخرج إلى غار حراء ويتعبد في ذلك الغار إلى أن كانت الساعة المباركة في الليلة المباركة وقد نزل عليه الوحي بأمر من الله الجليل وأقبل على رسول الله فقال له يا محمد اقرأ قال وماذا اقرأ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علاق اقرأ وربك الأكرم فصار رسول الله يقرأ كما يقرأ جبرائيل أفضل الصلاة علي بن أبي طالب صلوا
اللهم صل على محمد وآل محمد. لا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك بمحمد وآل محمد. لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا يا الله. من على جميع المرضى بالصحة والعافية، وعلى جميع الأسرى بالفكاك والراحة يا رب العالمين. بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر الصيام في خير وعافية. ادفع عنا البلاء والوباء بمحمد وآله الطيبين الطاهرين، إلى أموات المؤسسين والحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات، سيما إلى أرواح العلماء والشهداء، وإلى خدمة المولى أبي عبد الله الحسين، وإلى من ليس له ذاكر يذكره من المؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات. أفضل الصلوات.